Так уже я сказал, кто бы вот это, почти Майнкрафт, Старкрафт. حلقة الثامنة، الحلقة العشرين راح تكون الحلقة الأخيرة. اوكي شباب، طبعا أنا آخر شي سويته خلف الكواليس بنعد لي شي سري، بس ما راح أشوفكم شنو داخلي، لأن عندي داخلة فارغة، أنا بس أريد أسوي لي مخزن مال دروع. ما صناديق، اكو مكان سر هنا شباب. شوف ان انا طبي اسرع. اوكي كمكان شباب، هنا المكان. اوكي شباب، صورت اكثر من ستاك. وصلت. شباب شوفوا، أنا وصلت هذا مكان بي دايموند. شباب وصلت الأحلى كهف في اللعبة تقريبا، هذا كهف الموسم الأول. شباب لقيت لي دايموند، والله دايموند. أيوة في بعد ماكو دايموند حلو. شباب حسانة من هذا الكهف الغريب. شباب طبعا حسانة طلعت ولقيت لي اول دايموند، راح اخليها بالصندوق هي ودها بسلوت ولدها بميضة. ارجع للبيت وارجع لكم. اوكي شباب صارت بوقت قياسي 15 بلوكة. مو زين طبقت هنا يا كرم، طبعا انا سميتها كرم. هاي ما قدرت استغل. ثم عدت لايرون. اوكي شباب احنا وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى عجبتكم يا رب، ويلا السلام عليكم ورحمة الله.